لا أنا عبرت أجبت عن هذا الأمر ووضحت بأنني لن أترشح. هذا هو شفت إحنا نتولى الظاهر والله يعلم السرائر. وخليونا زعما كيفاش هاد الناس اللي تيبحثوا على شي سرائر غير موجودة. أنا صرحت وأعلنت ولذلك لن أرجع إلى الأمر. أنا قلت على أن الخصاص لا زال خصاصا وأن ننتظر أنه في السنوات القادمة عشرات الآلاف من الأطر التربوية اللي خصها تخدم في الجهات واللي خصها توجه للجهات باش ما نخليوش أبناء الشعب المغربي في الأمية وما نكونوش حقيقة في المساواة بين أبناء الشعب المغربي برمته. احنا في بلد المؤسسات وأنا نعطيك مثال. أنا محامي في هذه الحكومة التي أساندها صدرت تعيينات اعتبرها أصحاب المتضررين غير قانونية. أنا توجهت للقضاء للمحاكم الإدارية للتعيين ديال لا تغيير المسؤولة الإقليمية أو في جهة الدار البيضاء الثقافية راه بناء على حكم قضائي صادر نبت فيه أنا في المكتب. لا ما يجري في الصحة من تعيين وكذلك مساطر تابعناها وربحنا قضايا ديال الفيض. ولذلك كل متضرر له أن يتوجه للقضاء والقضاء وحده. أنا لا حق لي أن أنعت قرارا لم أطلع عليه ولم أطلع على أسبابه ولم أطلع على الفصول التي استند إليها مثلا. واش التغيب لمدة شهر مبرر للعزل أم لا؟ هذا القضاء وحده هو من سيقول رأيه فيه. وهذا هو المشكل ديالنا ديال بلادنا. أنا تنعتبر أن الناس خصها توجه للعمل. حنا تنديروا انتخابات تنطلعوا حكومة من لغد ليه عوض أن تتوجه هذه الحكومات لمعالجة قضايا المواطنين تبدأوا من لغد ليه في البحث عن تقوية أوضاعهم في إطار التوازنات السياسية تحضير الانتخابات الأخرى. كفى الناس يتوجهوا.